مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم بدي أورجيكم بعض الفيديوهات اللي جمعتها من أصحابي وأصدقائي عن التلج اللي بنزل في كندا وكيف طريقة التلج. طبعا هذا نزل كمية كبيرة في نيوفولاند واللابرادور، بعتولي شوية أصدقائي فخلوكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.